تقريب هاي المنطقة باللغة الرومانية القديمة اللي كانت مستخدمة. هاي المنطقة كان اسمها أوركسترا، كانت تقعد فيها الفرقة الموسيقية. فلحد اليوم الفرقة الموسيقية الكبيرة إحنا شو بنسميها ببلاد؟ أوركسترا. من الكلمة جاي؟ جاي من ال ال من المنطقة هاي الموجودة بالمسرح. شغلة تانية عن المحل اللي إحنا قاعدين فيه، طبعا إحنا صرنا نقول قبل مئات السنين قبل ما يكون في كهرباء، وكان الاشي هذا البناء فخم، تخيلوا اخرى طبقتين لفوق. طب اللي قاعدين فوق مثلا كيف كانوا يسمعوا شو اللي بيصير على المسرح؟ في حدا عنده فكره؟ واذا دائره في صدى، يعني احنا بمدرستنا في مدرج، مرات بنقعد على مدرج مدرستنا وصعب جدا نسمع بعض او نسمع اللي بيحكي تحت اذا بيحكي بلا سماعه. كيف هون كانوا يسمعوا بعض بلا سماعه؟ طريقه البناء يا استاذ، هندسه البناء اللي توصلوا لها هذول الناس كانت طريقة البناء تأهل انه كل اللي قاعدين على المدرج يسمعوا. وانا ابو موسى جاهز؟ ابو موسى مستعد نعمل تجربة الصوت؟ طيب انا بدي اطلب من ابو موسى انه مثلا يروح على المنصة، قاعد ينزل على نص المنصة ويحكي لنا شغلة ونشوف صوت واطي. ابو موسى عادي وكأنك بتخرف عادي، ونشوف هل هذا الاشي اللي بيحكوه عن صوت الصوت، مع انه البناء مش مكتمل، البناء مهدم، وكانت القدرة تبعته لو انه كامل البناء نقدر نسمع الأصوات أكثر. المدينة فترة من حياتها كان اسمها كمان سموها الرومانية كيتو بوليك. يعني راح تشوفوا هاي الأسماء كل أسماء متعددة، بيت شان لسان عينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت في الأمر المطاع، جئت شرفت المدينة خيرا يا خير داع. مرحبا.